طيب انتوا اشتركتوا في المسابقة دي أول مرة يعني تشاركوا في هذه المسابقات يعني؟ في المسابقة العالمية أول مرة، لكن اشتركنا فيها في بطولة الجمهورية. قول لي بقى يعني ماريو وبيشو وإيمانويل عملوا إيه؟ هم قعدوا مع مدرب الفريق يشتغلوا قبل بطولة الجمهورية طبعا، يستعدوا للبطولة، وبالتحديد قبل بطولة العالم بقى قعدوا يشتغلوا فترة حوالي 4 شهور. كانوا بييجوا يحاولوا يتفرجوا على فيديوهات الفرق المنافسة، يعني بيتفرجوا على فرق مثلا زي فريق التشيك ده اللي هو بطل العالم في الروبوت السومو، يتفرجوا على فرق من دول مختلفة، يشوفوا كل واحد عامل الديزاين بتاعه ازاي، ايه الاستراتيجي اللي بيستخدمها، هل بيطلع يزق الروبوت اللي قدامه على طول، هل بيحاول يشيله، فبحيث ان هم يعملوا زي استراتيجي دفاعية تواجه اي روبوت، وفي نفس الوقت يحاولوا يلفوا حوالين الروبوت يزقوه يطلعوه خارج الحلبة. طب خلينا نتكلم مع الشباب الجمال دول. ماريو انت بقالك كام سنة بتلعب روبوت؟ في مجال الروبوتات من 2012. من 2012 بقالك تقريبا 5 6 سنين كده. 5 6 سنين اه، ودخلت بتاع 7 8 مسابقات، فعندي خبرة وخبرة وكده، فحسيت كده، فهو ده يعني ده اللي انا عارفه عن الروبوتات، وحاسس ان انا دي اكتر حاجة بحب اقعد اعملها. اكتر حاجة تحب تعملها. انت بتدرس ايه، في سنة كام ولا؟ انا في ثانوية عامة. ثانوية عامة. طب الروبوتات مش بتاخدك من المذاكرة؟ انا بحاول انظم ما بين الاثنين. بتستفيد من الروبوتات في الدراسة ولا العكس؟ لا يعني في حاجات في الروبوتات بشوفها وكده اللي هي بتخلي حاجات مثلا في الفيزياء وكده، فحسيت لو طبقها على الروبوت اللي هي بتبقى اسهل في التخيل. للاسف التخيل حاسس ان انا بتعامل معاه وكده، فلما مثلا حاجات الفيزياء بتاع الثانويه العامه بفهمها بسرعه احسن. اوكي. بيشو انت بقالك كام سنه بتلعب؟ من 2015 تقريبا. تقريبا 3 سنين. طب ليه اخترت الروبوتات؟ انا لقيت ان انا بحب المجال ده ويعني مجال حلو. في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. طب مين بيشجعك؟ يعني هو كوتش مينا كان بيشجعني ومامتي وبابايا برضو. عندك روبوتات في البيت وبتلعب بيها؟ لا يعني بروح الأكاديمية بتدرب هناك. بتتدرب هناك، بتتدرب في الأسبوع كم مرة؟ يعني هو لو عندنا مسابقات قريبة بنكثف أكتر، بنتدرب أوقات أكتر، بس في العادي ممكن أروح مرة في الأسبوع. طب ليه اختاروك في الفريق؟ اختاروك ليه؟ بص على الاستاذ مين. اخترته ليه بشوي؟ هو احنا بيدخل من عندنا اكتر من فريق، بس هم قدروا ان هم يدخلوا البطوله ويكسبوا فيها. يعني انتوا بتعملوا مثلا تصنيفات؟ في تصفيات. تصفيات على مستوى الجمهوريه، فالفريق قدر ان هو يحقق مركز على مستوى الجمهوريه، وبالتالي قدر ان هو يسافر ويمثل مصر هنا.